قامت الإدارة العامة للثقافة والتوعية البيئية بتنفيذ حملة للتوعية البيئية بمدرسة اليسر ومدرسة فكري أباظة الابتدائية بجزيرة الوراق، وده من ضمن أنشطة الوزارة وخطتها للمحافظة على البيئة وتنمية الوعي البيئي في المدارس. عملنا 4 ندوات وعملنا 6 أنشطة مختلفة، منها ورش عمل لتدوير المخلفات الورقية ومخلفات البلاستيك. وصلنا لهم المفهوم البيئي من خلال الألعاب وزي يرشدوا الاستهلاك من خلال لعبة السلم والتعبان للمحافظة على ترشيد الغذاء. وعملنا مسابقات للطلبة ووزعنا عليهم جوائز. النهارده وفد جالنا من وزارة البيئة إلى مدرسة اليسر بجزيرة الوراق، وحكوا لنا يعني عن المشاكل اللي بتحصل في البيئة وإزاي نعالجها وأسبابها إيه أصلاً. فحكوا لنا عن نهر النيل، المشاكل اللي بتحصل فيه اللي هي رمي النفايات والصرف الصحي